بعد إذنك يا سيادة الوزير، ممكن كلمة؟ خير يا مدام فايزة. ممكن بعيد عن الدوشة؟ تفضل. تفضل. خير يا مدام فايزة. قبل أي حاجة أنا هأمنك أمانة، ما ينفعش أي حد يعرف إن أنا اللي قلت لك الكلام ده مهما حصل ومهما كانت الظروف. خير حضرتك. الحقيقة أول ما عرفت بموضوع الخطوبة ده ضميري أنبني، ما عرفتش أرتاح. أصل أنا كده دغري، ما بحبش اللف والدوران، وبعدين ده جواز مش لعب. في حاجة مهمة لازم تعرفها. الحق يا ابني، فصيت لك الكام يوم دول يا ابني اللي جاي كله وجع قلب. انت فاروق ده مش قصدي علينا احنا، كلمتين كده لازم يتقالوا، انت فاهم؟ والله شكلها حضرتك تخوف فاروق. يا عم ما تخافش اجمل، خليك محضر خير. هو في ايه؟ مبروك يا فاروق، الف مبروك. مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك يا درويش. عدوى مدام فاطمة، من فضلك ممكن أتكلم معاك شوية جوه؟ أخد عمرك يا فندم، اتفضل. حاتم، هات منار وحصلني على جوه. خير يا سيادة الوزير؟ مدام فاطمة، أنا هسألك سؤال وتجاوبيني بمنتهى الوضوح والصراحة. هو والد منار فين بالظبط؟ ممكن حضرتك تقولي لي؟ ساكتة ليه ما تتكلمي؟ يعني إيه فين يا عم؟ بابا متوفي. لا يا حبيبتي، باباكي مش متوفي. باباكي في السجن. مش كده يا مدام فاطمة؟ خلي بالك، أنت كدبت عليا وأنا وثقت فيكي. حاتم، يلا بينا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.